السلام عليكم. اليوم درسنا رسم الزاوية، حنتعلم كيف نرسم زاوية معطيني قياسها. هلا في طريقتين أو فكرتين. الفكرة الأولى إنه يكون معطيني الزاوية من غير ما يرسم لي أي ضلع، يعني زي هون سؤال اثنين، الزاوية س ص ع تساوي 150، مو رسم لي إشي، أنا بدي أرسم الضلع وأرسم الزاوية وأكمل الرسمة. الفكرة الثانية إنه يكون معطيني ضلع ويحكي لي كم للزاوية. هناخد الفكرتين إن شاء الله. السؤال الأول، أرسم الزوايا المعطى قياس كل منها فيما يلي: واحد، الزاوية أ ب ج 25. هلا انسون أنا راسم الضلع أ، الزاوية أ ب ج 25. أول خطوة برسم ضلع، أو خليني أحللكم الثانية كوني مش راسمة فيها. الزاوية س ص ع 150، طبعا مو رسم لي إشي بكون السؤال، بدي أرسم أنا شعاع، طبعا برسمه زي ما بدي أفقي يا عمو، طب أسهل إشي إني أرسمه أفقي، تمام؟ وأنا بحط السهم وين ما بدي، يا هون يا هون، بحطه على الشمال، هون حيكون عندي رأس الزاوية. طيب شو اسم رأس الزاوية؟ الزاوية اسمها س ص ع، فرأسها اسمه ص، تمام؟ هلأ بمسك المنقلة، وزي ما تعلمنا كيف نستخدم المنقلة، هاي المنقلة حنثبت المركز اللي بيكون هون، اللي هي بيكون عندكم نقطة سودة، هي مركز المنقلة، حنثبتها على رأس الزاوية، تمام؟ والصفر هاد لازم ينطبق على الخط، أو في ناس منقلتهم بيكون فيها خط أسود هيك، بنطبق على ضلع الزاوية. هي أنا هيك حطيت مركز المنقلة على رأس الزاوية. هلأ الصفر لازم ينطبق على الضلع، تمام؟ هيك منطبق، سوري هيك منطبق، لاحظين الصفر كيف منطبق على الضلع. هلأ من الصفر هاد بدي أعد لحتى أوصل 150. وين بتكون 150؟ بحط شحطة بعيد، بثبت المنقلة، مركز المنقلة على رأس الزاوية، ولازم الصفر اللي هون ينطبق على الضلع. هلأ من الصفر المنطبق على الضلع ببدأ أعد من عنده لحتى أوصل رقم 150، لأنه الزاوية قياسها 150، هاي الصفر، بطلع بطلع، وين 150؟ هاي 150، تمام؟ هلأ من عند 150، هاي 150، هاي الشحطة السوداء الطويلة، حط هنا شحطة، تمام؟ هلأ بوصل بين الشحطة وبين المسطرة أو المنقلة زي ما بتحب، بوصل بين الشحطة هاي وبين رأس الزاوية. طبعا اعذروني لأني عم بشتغل بإيد واحدة، اللي بدي أصور، ونحط هنا سهم، واضحة هيك؟ هاي الزاوية صاد، إذا حاب تتأكد ارجع قيسها زي ما تعلمنا، حتطلع الزاوية صاد 150 درجة. هلا بالنسبة لاسم الزاوية، احنا حطينا صاد بس ما حطينا سين وعين، هي اسمها سين صاد عين، حط سين صاد عين، أو بنعكس عادي، سين صاد عين، لو حطينا هون سين صاد عين كمان نفس الإشي، بيطلع نفس الحل، ما بيختلف. نرجع للسؤال الأول، أرسم الزاوية ألف باء جيم تساوي 25. أول خطوة بنرسم ضلع أو شعاع، حطينا سهم باليمين، ألف باء، تمام؟ رأس الزاوية باء، من عند باء بدي أحط المنقلة بحيث إنه ينطبق مركز المنقلة على رأس باء، والصفر هون طلع مش منطبق، لازم ينطبق على ضلع الزاوية، يعني حنزل المنقلة هيك مع الحفاظ على انه المركز يكون على الرأس هيك، تمام؟ هلأ من الصفر المنطبق بدي أضلني أطلع لحتى أوصل 25، هي 20. هلأ كل شحطة سودة صغيرة هون مثل واحد، يعني 21 22، حتى أوصل الشحطة الطويلة هي شايفينها اللي بالنص بين 20 و30، هاي هي 25، من عندها بحط شخطة صغيرة أو نقطة، تمام؟ هلأ بوصل بين هاي الشخطة وبين با، لحظة،
وصلت. هالألف باء بنحط هون جيم، وإذا حابين تتأكدوا ارجعوا قيسوا الزاوية هتطلع 25 درجة. هلا بدي أرسم آخر زاوية، الزاوية لام واو نون تساوي 80 درجة. أول خطوة حكينا بنرسم ضلع أو شعاع. بس لحظة خليني أرسم لأني عم بشتغل بإيد ماسك التلفون بإيد، ممكن يكون مايل طبعا مو شرط يكون. تمام. هلا رأس الزاوية مين؟ واو اللي هو الحرف اللي بيكون بالوسط هون، واو هون بحط نون أو لام ما بتفرق. هلا بدي أكمل الرسمة من عند واو، بحط المنقلة وكم أحسب 80 درجة. نفس الخطوات، مركز المنقلة على رأس الزاوية والصفر لازم ينطبق على الضلع. هلا من الصفر ببدأ أطلع، طبعا لازم ما تتحرك المنقلة، من الصفر ببدأ أطلع لحتى أوصل عند 80. هاي الصفر اللي فوق وين 80، هاي 80 أحط شحطة. هلا بنوصل بين هاي الشحطة وبين واو. لحظة خليني أوصل، هيني وصلت. هاي الزاوية برجع بقيسها بتأكد بتطلع 80 درجة. هاي بالنسبة للفكرة الأولى، بتمنى تكون واضحة. هلا الفكرة الثانية، أكمل رسم الزوايا، بكون معطيني الشعاع وطالب مني أكمل الرسمة. هيك كتب لي عليه كمان لام واو، بحكي لي الزاوية اسمها لام واو زين تساوي 50. هلا هون مريحني، بمسك المنقلة وأحطها عند واو لأن واو هي رأس الزاوية. كم بقيس 50 درجة؟ طبعا نفس الخطوات، بنثبت المركز وبنثبت الصفر على ضلع الزاوية وبقيس 50. غبشت. تمام، وين 50؟ هاي 50 حط هنا شحطة. هلأ بنوصل بين الشحطة وبين واو. لحظة أوصل، معلش صارت شاشة سودة بس لأني عم بوصل. 50 درجة عشان تتأكد ارجع قيس الزاوية. هلأ 2، الزاوية ألف باء جيم تساوي 165. هاي الشعاع معطيني إياه مايل شوي، طبعا ما بيهم هو مايل وأفقي. هلأ بدي أحط المنقلة عند باء لأنه باء هي رأس الزاوية، حقيس 165. هو الدرس كتير سهل صراحة، بيعتمد على الدرس اللي قبله. 160 من الصفر اللي منطبق على الضلع، شايفينه هيتحرك مش لازم يتحرك هيك. من الصفر ببدأ أطلع لحتى أوصل عند 160. هاي 160 هون، لا سوري هي الزاوية 165، يعني عند الشحطة طويلة. هاي 165. هلا بنوصل بينها وبين با، حوصل بينها وبين با هي الزاوية 165. آخر إشي الزاوية لام كاف ميم تساوي 122. هلا كاف هي رأس الزاوية، من عند كاف طبعا حنميل المنقلة طبعا حسب الخط. هاي حطينا، هاي الصفر ينطبق على الضلع والمركز تاع المنقلة ينطبق على رأس الزاوية. تمام. هلا بدي أعد من عند صفر لعند 122. هلا طبعا الصفر اللي تحت لأنه هو اللي على الخط، ضلني أطلع معه حتى أوصل 122. هاي 120 شايفينها؟ لحظة غبشت، 120 شايفينها. بعد بعدها بشحطتين، هذول اللي بيكونوا مش غامقين كتير، هي 122. يعني هاي 120 بعدها بشحطتين 122. هلا بنوصل بين هاي الشحطة وبين كاف، حنوصل بين الشحطة بين كاف.
هيني وصلت هون 122 درجة. هيك بنكون انتهينا من أفكار الدرس. الدرس تبع الرسم لأنه كتير مهم وحلو وسهل. يعطيكم ألف عافية. خامس موفقين حبايبي.